ابن ماجه، إمام أحمد، ابن حبان، إمام الطبراني، يا أبو بكر ابن أبي شيبة، أنت وكتب توضي كصوصارين معروف أنك هو الصحابي جليل كالليل هذا شداد ابن أوس. حديثك كان أدان رواية البخاري أخرية، النبي عليه الصلاة والسلام حكي لي قال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاله حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. حديثك كان أورين يا صحابي أسئلة إلى شداد بن أوس. شداد بن أوس وشداد بن أوس بن ثابت، حسان بن ثابت بعد يرواه الصحابي، الصحابة الجليل كمدة شام رقي دانانا كمدة، لكن صحيحين كلبا حديثه قراب كلي بخارينا. هل كان حديثه كلي كلي سيشراح الحديث كتلمامان صحيح مسلم كان أهل حديث قراء إن الله كتب الإحسان على كل شيء. حديث كي شيء جي قتلة ضي يذب حدا يين لها جاتيو. هل كان حديثنا صحيح مسلم بكلي؟ هل كان حديثه إنه آخره إن أنا وح كلي كتاب البخاري لبدا حديث بوصا صارين لبدا إمام. حديث كان والنبي عليه الصلاة والسلام كتلمامين يهي سيد الاستغفار. إلهي سبحانه وتعالى غفرانك لقد طلبه كأسر رأيه وفض بدن السيد كوأه. ولذلك با ابن أبي جمرة مركو شرح يوحو كت المامية حديث كان يوحو كلان صديبو لي معاني آدو قروح بدن يا ألفاظ كوبان وقروح بدن وكان سنة سين لقوم عاببو لي سيد الاستغفار وهي حديث كان يوحو كوب صدا إلهي سبحانه وتعالى ووحدانية الله قره إنه يسوي كالجي رب خالق يهي كالجي معبود كلا عابد ويهي أدون كو قرطو اعترافه تقصير كيسي خطي سي قاب نديسة رجينا يا إلهي سبحانه وتعالى يبوهيسة وحي إني معاو نسبين إن إلهي حقي سكتمي وحي حمي الدم بنا إن يسقر دنكي سكتمي إلهي سبحانه وتعالى الدم داف ويدي نبغو عليه الصلاة والسلام حديث كان وحكت الماما يا سيد الاستغفار وكشيغي وحكى له شيغي يا قفك يداهد قلن كهوري رواية كقاركود وهو موقن بها بيت الماما يا استغو يقين سن الرمي سن وحا الفاظ ذا حديث كي شيغي سو قفك قلن كهوري كوهد له كوردية ايد بيتنا مالين تاردين تا جنو قلي ابو نبغو عليه الصلاة والسلام قفك قلنك الدنب كوردية ايدا بيتنه بينك اردنت اسنا جنو قلي ابو نبغو عليه الصلاة والسلام. حديث كان مركز فضيلة دقار كأولي انو نبي محمد كشاقي عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار غفران طلب اما الهي سبحانه وتعالى الدنب داف لو يديسته. حديث كأو سيد كابو نبغو كت المامي وحانو سي فضيلة دا سيئة هدي وقلن كهوري قفكو يلاهدو مالنتي ساردن تانا إنو جنكو قليو هدو قلن كدنبا ما هبينك يلاهدو هبينك سي تيسي وتما دنفتو كبحدنا إنو جنكو قليو. حديث كان دينو لا طائف كوابن كتل مامنا مر كهوري انتين ننهل كي نوصع نقوانين. نبغو عليه الصلاة والسلام حديث كان وحو كل ميبايد هدان دعاء لبضى اللفظية إلهي اللي قبرية أو قترى ضبضان ليه اللي دعيسته. اللهم أنت ربي، لفظ الجلالة اللهم يا الله سنة ديكو بضانتي قرآن كوحب بريكو سأرورينا ربي بيكو بضانتي. ربنا أتنا في الدنيا حسنة، ربنا تقبل منا، ربنا أتنا ما وعدتنا. قرآن كوحكو سأروري الدعاء هنا لفظ الربوبية أيكو بضانتي. ولذلك بي علماء بضاني وحي فضلان مركا للدعاء سنيو إن لفظ قاسي أن لقيتك إن إلهي لقبر سبحانه وتعالى لفظ الجلالة هي لفظ قاسي ربك
إن إلهي سبحانه وتعالى لغو بريه. حديث كان مركا النبي عليه الصلاة والسلام حكم بلا بيلا بضى اللفظ من القرآن كوكب دي هاي كلا بدنا حديث كوكب دي هاي اللهم أنت ربي أدونك إلهي سبحانه وتعالى قرية ولا إله يا ربي جيباتها اللهم أنت ربي إله أدو ربي جيباتها كنت هضلية شيغية إنه يسقون هاي لا إله إلا أنت مد حق لقو عابدا ما ترى أديق موياني خلقتني وأنا عبدك وادي أبورتي والربي إني مدى الصفة وحيا بكرت ما مسألة الخلق بكمدا وادي أبورتي أنا قناء الدون كاقبان هاي انت أسبو قفكا مركه رقري إله ربي وقلادي إنه إله يهيب وقلادي إنه ربي يهيب وقلادي وحان النبي عليه الصلاة والسلام راعي مركز وحقرتي قفكا إنه إله الدون كيسي يهي كدبنا وحو شاكتي وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت إله يوحن كسقنا هاي بلن كاغا إيا يبو هاغا محلو تشيدا لبا معنى كفصيرا وحن إله يوكسقنا يوحي ما عاهدتك عليه ووعدتك من الإيمان وإخلاص طاعة لك وحي إله يوان بلن قاضي إيه شيس كوكولق لي إيه إيمان إيا إنان كوكار إيا لعبادة إيا طاعة أيا كسقنا هاي شراح دقارنا وحي دهدان وانا على عهدك وحويا وحن كسقنا يبلن كي عالم الذرة نقا قاطي قرآن كواكت المامية إن ربي سبحانه وتعالى بن آدم كي يقو آدم دبر كيسو ترسو ساري ألست بربكم قالوا بلى إن يلهدين دبتنا عهدك ميشن كو قرآن شراح دبر باوحي لي وانا على عهدك بلن كي بان كسقنا مبرونين ربي نمدي ولي وكو قرصني اللهم أنت ربي واكن كل واقيا مركا وحشيغان يا ربي نمدين ولي إلهي قرصين سبحانه وتعالى وعدك كاننا وحيوه ايام بيليين يبوه ياد نوغو يبوضي على لسان نبيك يا هان من مات لا يشرك بالله دخل الجنة يبوهان إله ورميسني بلن كياد نقاق دينا وكسوغنا هاي وحي ياد نو يبوه دي النبي عليه الصلاة والسلام نوشيغ قفك التوحيد كالله يماد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت توحيد كقفك الله يماد إنو جنة كقلينا بلن كاسنا وان هايستا إساقنا وكسوغنا لبدا تفسير بعلماء ويساران مركا يفسر ايان لفظك وانا على عهدك ووعدك نبو عليه الصلاة والسلام مركا ويريضا صوت المامي وحو حديثك تلمامي يا يوكالي انو قريه اعوذ بك من شر ما صنعت إله وحن كام مغن قال يا وحن حمى السمائي وحياني قيقى سوفولي أدقى ونقى ساكا سوفولاين أدى أبورطي وإن معيسي أنا سوحي حمي قسوف لي إله وذن كام قنقلي أبوء لك بنعمتك علي إله وحنكو اعترافي أعترف لك وحد نعمي سيسي وأنا المهدن قيدي شكر قيدي واجبات كيدا قدنين إله وأنا اعتراف سنه وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إله تان لكوبي كرين اعتراض بدن له مردان يدي بلكوبي كرين وحهو بنتي إن أنا شكر جدا أنا دو كوبي كريم مركز تي ند مقصر تي ند قابية تهاي مركز سوح قرا يا دونك كاني إلهي ونعمة ضعنا وقوع اعتراف سنة إن شكر جا بتدا يا وحن كلا اعتراف سنة وأبوه بذنبي أعترف بذنبي إلهو ذنبي جا جنا وانا اعتراف سنة إن ذنبي لاهي يا أدوجو إيه ذنبي داف فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إله أدقو إيدن بداف شراح ذو وحي كلو تعليقيان لفظي قاه ننك صبحي إيدا هذا ما قالك الدم إيدا دخل الجنة إمام الكرماني وحكوت المامية قفك الرميسان ويدا إيدا دخل الجنة وحلوغة شهدا أي ابتداء من غير دخول النار ويان بوله وهي مؤمن أردمي جنين قالي دون والله بهدو إيمان كردنتو لكن بدبال سوى عذابية مركي عذابته لغو صوت طاهر يلي دنوبته لغا صوم يده كدب جنة قليا أما كاني وحب ديري يبيلي إن حديثك كاني ودخول الجنة ابتداء
iyadoo aan la gelin maxay min gayri dukhuuli naar saasay ku fasiraan xadiidka kan waxa uu tilmaamayaa marka laga yimaado ilaahay ammaantiisa subxaana wa tacaala iyo ballanka lala galay iyo warkaa marka laga yimaado laba shay buu tilmaamaya waxa uu tilmaamayaa qofka mu'minka ahi inuu nicmo joogto ah min rabbi alcaalamiin kaga sugan yahay oo laga rabo mahadcelinteeda iyo insaanku inuu khataa yahay iyadoo waxaasoo nimco ah la siiyey halkuu abaalmarkeedu ahaa inuu mahad celiyo in badan bini aadamku inuu gafku haddana ku badan yahay lidaalik laba goorbaa qofka istikfaar laga rabaa bay leeyihin ibnu taymiya wuxuu tilmaamayaa falcabdu daa'iman bayna nicmatin min allahi yaxtaaju fiiha ilaa shukr wadanbin minhu yaxtaaju fiihi ilaa istikfaar laakiin culammadu waxay dhaahdaan laba jeerba istikfaar uu xadiidkani tilmaamaya midda ka agtiisa waa macruuf oo waynu ka hadlay laakiin aan ka kala horraysiiyo waxaan leenahay qofka naftiisa garta qadra nafsihi garta rabbigiina garta iyo jamiili nicaamihi wuxuu nicmooyin siiyey fahma acmaashiisa arka tiro yarideed iyo foolxumadeeda labadaba inay tiro ahaan marka la eegana yar tahay marka la eego kuwaliti ahaanna inaanay gaadhsiisnayn xadkii la rabay arka waxa uu garanayaa inuu ilaahay ka xishoodo subxaana wa tacaala camalkaa yar inuu la waajaho dabeetana camal kasta uu sameeyo gadaashii wuxuu la taagan yahay inuu istikfaarka dalbo sida daraaddeed bay culammadu waxay leeyihiin meelaha ugu badan ee sharcigu uu istikfaartiisu ku soo aroortay waxaa ka mid ah bacda alcamali saalix yacni dadku inta badan istikfaarta waxay xasuustaan maxay haddiiba alla ku waafajiyo marka dunuubta la galo laakiin nusuusta markaad eegta bay leeyihin waxay soo aroortay istikfaar uu in badan oo ka midi marka la sameeyo camalka suuban aan eegno xadiidka jamaacaduba warisay bukhaari mooyaane shanta kalaba soo saareen nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadda marka uu ka baxo markuu salaad tukado ee uu salaadda dhammeeyo waa salaaddii faradka ahayd ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu qabtee ugu horraysiyo wuxuu ahaa inuu saddex jeer istaakfuro laysto astakfirullah 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 salaaddii uu ka baxay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo cibaado ah ayaa awal camal ka soo fulay waxa weeyaan inuu istikfaar la yimaado waxay dhaahdaan masalada halkan iyo istikfaarta cilaaqada ka dhexaysa maxay tahay dembi maaha waxaad samaysay macsiya ma aha waa haddaad salaad ka salaama naqsatay haddana waxaa la isfarayaa adigoo salaad ka baxay awal camal bacda salaa aad samaysaa waa inaad istikfaar la timaado bay dhaahdeen waxay culimmadu yidhaahdaan waa istikfaar aad ka istikfaar kala imanayso salaadaada gaabnideeda iyo inaanay gaadhsiisnayn meeshii la rabay waa istikfaar aad kala imanaysa bay leeyihin inaanu cujbi ku qaadin bini aadamku markuu moodo inuu wax weyn sameeyey hanweyni baa gasha waxay leeyihin meeshan waxaa istikfaarta loo keenay inaan cujbi iyo isla weyni iyo isla yaab ku gelin riyaa inaanu ku gelin bal eh inaad bilowdo camalkii aad samaysay isagoo camal saalixa ahaa adigoo xasuusan sidii la rabay inaanad ula imanin inaad istikfaar kala timaado runtiina haddaad u fiirsata axaadiista nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadda uu kaga warramay matalan xadiidka xasanka ee camar ibnu yaasir uu nebiga ka soo arooriyay calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa salaad mid baa tukaday buu nebigu leeyahay oo aan loo qorin ilaa cushur mooyaane tusuc mooyaane thumun subuc ilaa iyo nusuu nebigu ka soo gaadhsiiyey yacni nebigu wuxuu sheegayaa qof baa salaaddiisa tukaday laakiin lam yuktab lahu min asalaa loogama qorin cushur mooyaane 10% macnaheedu waxa weeyaan salaad ahaan waa kaa degtay oo waajibkii aakhira lagu weydiin maayo laakiin ajarkii iyo manziladii iyo wixii lagu rabay iyo waxay salaaddu qaban jirtay 10% baad leedahay taa macnaheedu waxa weeyaan salaadda intaad soo jeedaa baad leedahay
هذا صلاة أنت تحرطي ما أنت بدارك لسيسي وقري الرئيسي واسكام غريت ومرك يود ما يسي مانك السلام عليكم يريد السلام عليكم قد بطري ميتي صلاة أنت القيامة إلهي سلهر تكتاد حولك قدونيش جنات كل راد عينيسو نار إنت كجبت بدنات راد عينيسو هاي علماء دو يدادان نبي عليه الصلاة والسلام مركو صلاة دكبوحه وحن استغفرت الله لا إيمان يا وحويان إن أنا قفك إسلويني يا وحوين السبيين وقاطان وفهمينه إنه قاطه إنه مقصر يا إلهي النعمة دي وسي يا أبا الجد كدين أنا ولله إيمان ولذلك بيلين من تقصير صلاته واستغفارتك السمين هي بل إلهي سبحانه وتعالى قرآن كمرك السفين هي دتك صالحين تجنة قليا إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إلا يحس فيه متقين تين الجنة بار أيب بساتين إيا إلا بيائن آخر الله سين أيه وحيا الله سبحانه وتعالى نمعو سيين قادنا أيان سبب طوام حلو نمعي إنهم كانوا قبل ذلك محسنين أدون كي مركي تشوغين بيا هايين كوام حي إحسان سمعي إحسان كودي إلهي محوين وغشي مركاه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون بإلهي إحسان كودي وحلق الشيبي هبين كي انت استاغان مركا يددك هردان النوم ولبفراش كي يصريرت لما عانتهاي أي إلهي ستاغان وعباد استاغان وقت قاس بإلهي صلاة التكاذان هدنا صلاة دا مركا يدميان انت انت الصبح لقارين صلاة الليل كودا دحدودا أي استغفارك عن بالليه حسن البصري وحليه مد الصلاة صلاة داي وضانو ديريا إلا إياه وكسر دواده وقت الصحر كاللقاره مر كان استغفار بي بلابا نك هدى عبادة دا كتري بي لي الصلاة ودي استغفار توضه وحي تلمامي سابي لي ولي الرميسي هاي إلهي سبحانه وتعالى وحو النعمة والسمائي إنان وأبال كادي قدنين وحي إلهي سبحانه وتعالى ونعم عسيي أبال كيدي إنان السمين با ربي سبحانه وتعالى تلمامي إذن دتكنا أهل جنة دتكنا أهل جنة دا صفدة وقوين اللغو صفية وحوياني صلاة الليل لتكنشرين وبالأسحارهم يستغفرون استغفار كوحا لين فرق واختي هذا عبادات كواوين إنو قدنه مثلا قرآن كوحو تلمامي ورب سبحانه وتعالى حجكو كورمي حجك مركو قفكو طقه أوليبا حجك الركن كوغم مهمسان وسوقته حج وحوغم مهمسان محي الحج عرفة بالنبي قيد عليه الصلاة والسلام حج بوا عرفة ركن كوغم مهمسان مركو سوقته أو يوم عرفة ما لنت إلهي اللي بري يوتاقنا أو الرجين يقفك مؤمن كي مانتاين إلهي دم بيقي سميري الديب حجك لقا أقبله أو حجك اللي يريد حكمي دي وحيابات دم بيقى لغو ميرو للرجين يينو تهي مانتاد سلحي دم بيقى واتسك ميري أي إلهي وحلي مركا هلكا كتمادان ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس داتكو حقي كسر رقمدان كسر رقمدا واستغفر الله إن الله غفور رحيم مركاسنا استغفار سدب على لي مركا حقا كتمادان استغفار سدب على ربي لي سبحانه وتعالى أوام حي ولي علماء وحي لي إن حجك أقو كل بورمين إن نفتا دا بومبونين إن قرطه الدون مسلم أو ضعيفة أولي عبادات كي لغا ربي أندا ما يسترين نعموين كي ربي سيي أندا ما يسترين وحكا سي موقال بدن الرنتا هدا دبو غفيرسته نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي الرسالة بو سوديبي إلهي درتي بو أدرر دين تاعد كستو غارسين كريبو غارسي لباتن إيا دور سنضوض بو حياة دادال كتري مرو داد وحرقه مرو دقالمه مرو الدين وقيا مرو عبادة استبا سيدو عبادة سنة يقو مدوه براره وعائشة إلهي إلهي رسولك سيوا ديقى الدنبقى قهرية كيد دنبابا والا رافيه ما دين ستي دوك على إيريكو أك أولها فلا أكون عبدا شكورا وحي إلهي النعمي سيقف مهدنا قميانا نحين نبي محمد عليه الصلاة والسلام أصدى وحر ربي أصدى الددالي أي إلهي سبحانه وتعالى وحكولي إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا دركت إلهي النسر جيسي قوشي سي كوتمي يا إلهي سبحانه وتعالى فتح جيسي فرشدي سي كوتمي ودركت دتك الدين تكوح كوح سو قلية معنى هذا حويا ووقت وقفك الدريم يا مهمة دي سينو قتي الرسالة دي إنو قتي حق إلهي دين مريي إلهي وحلي سبحانه وتعالى مركز هل كأجاده مركا واحد بالأوضاب إلهي لي الفاء للتعقيب وترتيب فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إلهي مركا واحد بالأوضاء إلهي سبحانه وتعالى إن ذو التصبيح ستوحم كهفتد أدق كمر يا مس كده هي مهد نقيسة استغفرنا الله يمنيا استغفرت محاتك لا يمنسا مما فاتك وحي غفلك وهلالي وحي انك هوس مري وحي ارنك هوس بحي وحي هلكي اي مدنيد لقارسيات قارسين كرويدي وحي اود بنا ادم بس كم محدودة عجزك وكان صدي وحاصر لنسك صدر الهي وحلي سبحانه وتعالى مركد قوشا قاردا ان دتك الدين تصوى ودقاله اي الهي ودى الرميان ادقو حضر دقاغضا تصبيح يا تحميد يا استغفار ادقو دقاغبا لغيري مركز النبي عليه الصلاة والسلام وحبنا قن كيس كردك تي مركاسي سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي إنه صلاة دا وقت جدا بوكت كده وصلاة دي سايو بطان إنه إريادة تنخريه أيها الإخوة مرك استغفارك وكم دي هي سيد الاستغفار وحي نكلا يمن إنه كواد وحكم ده اعترافك إنه اعتراف إنه إلهي النعمد وينسيي السلام عليكم أنه اعتراف أنه لذنوب لأنه أين أود عجسك أين أود مهدنق وإلهي حق الله أين لو مهدنق أين أنه مهدنق له سيدة أوجد هدي ضعفي عجسك مهدنق قرد عي وولي براعه دم بكارد عي وأه نعمة يادو أديك ستين تدنى إلهي كعاصده إلهي إلبك سياد وحكو أركتو دكبك سياد وحكو مقشو عقلك سياد وحقو قرط نعمة يا هيدين دلاهي ونكو عابده هداد ولبا انت دلاهي وقوم هدنق لهيدا يا ايكاو يا عطي واد مع سيدي سكو سميسي وحو مضمتهي عبادات كاقة حتى انا استغفارك الاتماد ولذلك با امام الغزالي رحمة الله عليه وحليه هي إيه غير كيبا كابن الغيم وحالة اسفري لبحالة ضد بيليين بيجيد هذا قبل الفعل وبعد الفعل قبل الفعل بيد هذا وحيلوا أمرين انت انا تصمينين لبا وحبا لك الربا بيد هذا العزم على الامتثال والاستعانة بالله على ذلك انا تقو انصتو انا دوحا صمين ايسو اله انا اتكالما ضلبتو انو كوغو قرقارا كوافاتيا كوهليشيو وحان ربي كوافاتين دو متاك لسيدي اياك نعبد واياك نستعيننا تراهدو مركا هذا ما يسنا بيدا دين بعد الفعل آيات شوكتنا وحاق مضان تيبي لينا دي استغفار تبابتد أو وحي التقصير كاردعي إيا وحي النمعي آيات قدن كاري ويدي كل يبي لان عمل كان سيدي للربي ما تقارينه إنا دي استغفار تمركا نبابتد أيام مضان ولذلك باع علماء دو وحي ده دان قرآن استغفارك يبو يسكحري حتى توحيدك وإلهي سبحانه وتعالى وحلي ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير إلهي ملك التوحيد كاك والرمي نبي قال له سعدي بي أي واحد لقو حكسي وان استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا أما إلهي سبحانه وتعالى وحليه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك توحيد سال ليه وإلهي سبحانه وتعالى كل ما دي صغير دم بقاق أنا كتوبت كان فاستقيموا إليه واستغفروه بإلهي توصن هذا لكن توصن هذا وغش وغش بقالي دون تو هل كيل الربي قاري ميسي واستغفروه بإلهي سبحانه وتعالى ولذلك أيها الإخوة نبي عليه الصلاة والسلام حديث كإمام البيهقي يا أبو النعيم بي ورينيان شيخ الألباني صحيح كنت المامي وحليي طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا
wanaag wuxuu u sugnaaday ama shajaradaas kaad ku fasirtaba waxay u sugnaatay ciddii maalinta qiyaamo saxiifadiisa kitaabkiisa ka hela istikfaartira badan buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam. waxaana layna faray nolosha gebigeedaba inaynu u adeegsanno sabir iyo istikfaar. nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku yidhi fasbir ina wacd allahi xaq, sabir ilaahay wuxuu yaboohay waa dhab ah. wastakfir lidambika wasabbix bixamdi rabbika bilcashiyi walibkaar. walidaalik buu nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahdaa majlis qura uu fadhiyo ayaa boqol jeer laga tirin jiray intuu astakfir allah yidhi. waa majlis caadiyo la fadhiyo oo ma dad wacdinaya ama la fadhiyo. ayay saxaabadu waxay leeyihin waxaanu ka tirin jirnay nebiga istikfaartiisa in boqol jeera. riwaayadka axaadiista qaarkood waxay tilmaamayaan inuu nebigu leeyay maalintii toddobaatan jeer ama boqol jeer, ama nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu leeyahy innahu la yugaanu calaa qalbi. qaynku waa daruurta, qaymki iyo qaynku waa isku mid ama waa kala fudud yina culamaai luqa qaar baa yidhaha midna waa caadka midna waa daruurta weyn kay tahayba qalbigayga yacnii waa la daboolaa. waxay culammadu yidhaahdaan waa awqaati alghafla, marmar baa dikriga ghaafil ka noqon karaayo kale. innahu la yugaanu calaa qalbi laakiin wainii la astakfiru llaha waatuubu ilayhi fi lyowmi mi'ati mara buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam. idan ayuha alikhwa, masalada koowaad waxaan ku soo koobayaa iyada haddaynu nusuusta egno meelaha istikfaartu ku soo aroortay waa dhul tiro badan. maalan waxaa layna yidhi khalaaga markaa gashaan, musqusha markaad gashay ka soo baxdo maxay dhaha baa la yidhi ghufraanak, khalaa baad gashay, wax dembiya maad samayn. haddana ibn alcarabi wuxuu leeyahy waxaa ghufraankan loo dalbayaa waktiga kan waa alcajsu can shukri nicma taysiiri alghadaa wa isaali manfacatihi wa ikhraaji fadlatihi. waad ka mahadnaqaysaa caajisnimada aad ka caajistay inaad ilaahay uga mahad celiso cunnada uu kuu fudaydiyey ee wixeedii wanaagsanaana jidhku qaatay intii qashinka haydna ilaahay kaa soo saaro ku dhaafiyey. shuraax kalena waxay yidhaahdaan maye waxa weeyaan wakhtiga yare khalaaga lagu jiro waxyaabaha mamnuuca waxaa ka mida maxay ilaahay xuskiisa, yacnii musqusha intuu qofku ku jiro ilaahay lama xasuusto. marka aad soo baxdo waxay leeyihin waxaad ka istakfurolaysanaysaa waktulqaflaha yar aad gashay, wakhti baad gashay aanad ilaahay subxaana watacaala xusaynin. markaa ilaahay waxaan ka istakfurolaysanayaa baad leedahay muddada aanan ii fududayn inaan sameeyo wardi iyo dikri iyo ilaahay subxaana watacaala xuskiisa. waxaad arkaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamaya cibaadatu lwuduu markaynu samayno. wuduugu waa cibaada, waa cibaado sideeda loogu qasdiyo dadku inta badani istibaaxa lisalaat kii ay fuqahadu odhan jireen bay u fahmeenuun, waa bas ma aha. istibaaxa lisalaatna way tahay, waa cibaado sideeda loogu qasdiyo, waayo weysada dembiga may dhaha. walidaalik baa waxaa fiican salaad kasta inaad iska weysaysato, waayo dambaad iska maydhaysaa. sidaad uska gaysaga maydhayso dembiguna wuu maydhmaa haddaad ilaahay dartii u weysaysanayso. markaad weyse dhammaysataa waxaa lagu yidhi waxaad tidhaahdaa subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila ant astakfiruka waatuubu ilayka, wakhtigaa dhe baa lagu yidhi. axaadiis aan xoogoodu badnayn waa kuwa sheegaya marka masaajidka lasoo gelayo iyo marka laga baxayo. imaamu tarmidi baa taxsiininaya kayrkiina se waa ku khilaafsayin rabbi ikfir lii dunuubi waftax lii abwaaba abwaaba raxmatig iyo abwaaba fadlik. inta dambe waa saxiix, laakiin inta ghufraanka waxaad dareemaysaa salaaddu inay ka mid tahay salaadda markaad gashaa lagu yidhi istikfaar ku bilaabo. oo nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiis ka soo aroortay ducaaul istiftaaxa waxaa ka mid ah allahuma inii dalamtu nafsii dulman kahiira. markaad rukuucdaad istikfaarsanaysa, markaad sujuudaabaad istikfaarsan karta, markaad juluuska dhexe u fadhiisato fadhiga dhexaad istikfurlaysan kartaa. idan ayuha alikhwa, istikfaarka maqaamaadkiisu saasay u tiro badan yihiin, cibaadana ku xidhan yihin. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya ila xad la yidhi war xataa majlis haddaad yaro fadhiisato oo sheeko iyo wax gagashid istikfaar la kaale subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astakfiruka waatuubu ilayk dheh. taasi waa masalada koowaad, abuu laka binicmatika calay. masalada labaadna waa maxay aan tilmaami doonaa, abuu laka bidambi wa abuu bidambi, ilaahay waxaan qirayaa dembigaygii
الاعتراف بذنوب وهي علماء إلى أن الاعتراف يهدم الاقتراف قراءة الكاد وحقرته أدي الله وقراته سبحانه وتعالى يحيي ذنبك أدعي وقراءة الكاس وموشنين أتكحن تهي إلهي سبحانه وتعالى في جنابين الدنبك قشي إساق لفتي سايا استغفار بين هذا فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب وحلق فهم يا بيع علماء إلى أدان من اعترف بذنبه غفر له بين هذا دي حديث صريح أنا وابكي النبي وكويل عليه الصلاة والسلام العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه حديث البخاري أدونك هدو قرطه ذنب جيسة وإله وطابتك أنا إله وطابتك أقبلك له هذا إن القرآن كان يرسنا وفيرسنا في سورة التوبة مرك إله سبحانه وتعالى منافقين بدن كورمي أعرابت منافقين كمدة هي غير مدينة قار كمدة ولا يدي مردوا على النفاق وحيكون مرحين وكو قوقين منافقين ما لتلمامي أي هذا نوح لتلمامي دول عقلي وكسو دقيه ودن بكدعيه لكن استغفارت الله يمني مرحسا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحليه وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم كوكلة جربا رب ليه واعترفوا بذنوبهم دم بيدو دي اعترافي قرتي إلهي وقرتي ومحي سمايين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا إمام المفسرين ابن جرير الطبري يا إمام البغوي يا غير كود بوحي كفصير أيان هل كان عملك الصالح يلا شيئا واعترفوا بذنوبهم تبيلي عملك الصالح آيادو أي شيئا سوحوا أيان بيلين اعترفوا بذنوبهم إذن خلطوا الاعتراف اعترفوا بذنوبهم تلا يريوا أيان بيلين هل كان للا يخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا كحنا أي سمايين وحاي كو قسين كدن بيا عملك صالح يلا شيغ يا ميشا كويا لا وحويا بين يدم بك اله وقرتين واله اله ودم بك غداف قرشدا اعترافك وقف قدام بك قرنايو قران كنا وحينا شيغ انت ادونك لا جوغو يا اني غرغرده غادين اما سي اني غادين عذاب كوينو سو دغو ambiyadu markay duulalka ka baxaanay cadaabku soo dagayaanay gaadin wixii ka horeeya qofka i'tarafa bi dambi rabbigi uqirtayna ilaahi dambigiisa dhaafayo amma ba'daha quraanku wuxuu ino soo aroorinaya qaar badan oo i'tiraaf la yimi oo i'tiraafkooda la diiday ugu horeyn xadiidkii bukhari iyo muslim ba warinayeen baan rajaynaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay وحديث حديث القدسية إلهي بأوحولي إن عبدنا ذنب ذنبا فقال أدنب ذنب أبي ذنبي مركز أوحولي ربي أذنبت فاغفره إلهي هو الذنب أي داف بيوري إلهي بأو جواب أوحولي هذا أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أدنك إيجي موحو أغادي إنه ليه هاي ربي ذنبي قدتك كقاضة ونضافه غفرت لعبدي بإلهي إلها سبحانه وتعالى هدو مسألة دا أقرتو اعترافي وأودن بدافي بإلهي إلها سبحانه وتعالى ربي بها دنوح لي أدون كاسي مدو شوغة هدن أودن بابا مركز إلى هذا إلهي هو أدن باب إدن بقي قرداف إلهي بأوح هدن إلى هذا أدون كي يقوحو قرت ربي إنو لي هاي دن بقدتك كوقبته وردافه أدون كي يقوانو داف نبي وحلي عليه الصلاه والسلام الهي بهدنا وحلي مرصد حاد ودنبابه مركزو هدنا وحلي هذا رب اذنبت فاغفره لي الى هو دنبابه يدافو هدنا يراه سيدي سلك با الهي يراه سبحانه وتعالى لكن مركان وحا لوغ درا سيدي حديث القدس قال سيدي المامي غفرت لعبدي فليفعل ما شاء ادون كيغا وانو دنبي دافاي اي وحو ربها سميه المدى وحيدة أدنى ريان فليفعل ما شاء وحل قد ليشنيا إنه قف كان استقامة هليه هدي استغفرت بتصله هدو استغفرت اللازمه
ذنوبته مركي كدعده واعتراف بالذنب ولي ما ده وحكرت ما يبي لنا آخر كي نوقف كنا مستقيم نوضة. ولذلك بقى لو يريد بيلي فليفعل ما شاء. قرآن كمرك إنه يقرن إلهي وحليه سبحانه وتعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. إلهي وحليه سبحانه وتعالى بدنا انت انو مقالها لقني الظالمة ضحي او ايقا قداشو الدول كان اوني او فلما احسوا بأسنا با الهي دي مركي الدريمين عذابك الهي نسود دقيو اي يا عين دبتنا ايه ده اللي قلتو تهكوم ايه ايه اللي قلتو استهزاء ايه اللي قلتو سياسة ايه وحا اللي قلتو ده وارها عرارنا واركو نقضى حواليه ايه النمعاد ايه وحينيها كتقنا واردارها ايه قريه ايه وقتك اسان بالله ده ومساكينكم لعلكم تسألون واروحنا حولي الدار وحلقة يابين ليدين ويدي آخره هكا عررين بالله إذا هذا حولها كون نقضى وحوله إلهي دافيه مركه هوري مركه سيب بلابان اعترافك مركه. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين إلا أهي وبيدا هو قيقه وحانوا هنكوا ظلم سميه مركز إلهي ولبو حليه فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حسيدا خامدين بريدو دو كمسوشو إن إله دان إله ظالمين بانو هين إله ظالمين بانو هين إلهي الله قماضو وسيدي بير لقو يلو قوستو كما زولان عينك يعني وقت الاعتراف كي بيدافين. ولذلك بإلهي سبحانه وتعالى وحو قرآن ككتل ماميا وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتنا وهم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. في سورة الأعراف قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. عذابكم مركو سود قيه اعترافكو اعترافا وحبك مجره آخر مرك الله تقوه. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب الصعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب الصعير. آخر مرك الله تقوه اعترافك وحبا ما ترى. أما الدنيا انت اللي تشوقه نبي محمد عليه الصلاة والسلام مرك عاشا وررك الله الشيك شيكي حديثك بخاري انت ويمبو حكوير يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. عائشة وحل الشيخ شيخ يهدي وحكاسه قارين إلهي الدنب داف ويديسه إنه تكمر وغطه وحيح وما يقول عاي حده وهذا استغفار لاتما داك وغفل لنبو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الإخوة الاعتراف بذنوب قرانه إن بضنبو ينوت المامية نبي عليه الصلاة والسلام إن بضنبو تلمامية نبي قوة كبر يا أبي بكر محام كدو عيسة مركو يلي واحد كدو عيسة اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا يا ظلما كبيرا روايتك وصار وريني وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. آدم إلهي مركو قرآن كقور رمي حاوة وحل يلي محيدة هدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ظلمنا أنفسنا بيك شاكتين. نبي يونس يونس مركو عروضة يتقي وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين واعترف بذنب. نبي الله موسى مركو نينك ديلي ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. أنبياء أردن حديثك كورمي شفاعة العظمى قيامها مركا ضدكو أي ما دان إلى هذا النوع شفاعة نبي والبا مرنب كرد عضيب حصوصته أو اعتراف سيء ولي أدونك أنت تشوغير أرتا قرآنك نبي مسألة لك مشيقين
نوع ما كتوسينيس واحد ذنبيه الا اي قرانك و خو شيغاي انو كا استغفر الله استو الى هنا كا اقبلي بقرانك تلماميه وح كستو نبي لا تلمامو دحد كدحداي قرانك و خو تلماميه نبي كستو الى هي دحددا كا ورمي اسغو استغفار كلا يمي او الى هنا كا اقبلي حدنا ولي وحي حسوسينا اخره مره لا تغو الله سبحانه وتعالى وحان انت بننا لا يماده. ولذلك ايها الاخوه نبغ عليه الصلاة والسلام حديثك صحيحين ككوية لي وحين لي لن ينجي أحدا منكم عمله مد إذن كم إذا إذن كعمل كيس مبد بادنية وحيد هذا قالوا ولا أنت يا رسول الله وأذيك أنا ميان عمل كاكو بد بادن بيد هذا إله رسول كيسيو قال ولا أنا إلا أن يتغمدني إلا أن يتغمدني الله منه برحمته فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد والقصد تبلغوا. نبي عليه الصلاة والسلام حتى أنيقنا ويهدي الحسابيه إلهي وحن نمعك سيه وحد عباد الله تبي وحن نمعك سيه بابدا عبادات هذا معدودة صومها لكن إلهي أن نعمديسه معدودة ماها ما لنت مسكر بعض نفسته دي نفط لغوتريه انت قوري اكسجين لغسيه إم سات كم هد عليس يعني إلهي النعمة دي سوى إن تعدوا لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ويا أما دي عبادات كاغو وكوبنتي إيا دا ولبا إدنا عصعطو محي ذنوب تا إدنا عصعطو. ولذلك قف نبب نبي محمد لي عليه الصلاة والسلام عمل كي مبد بادني النار تكبد بادية جنة ما قارسين كرو لكن إلهي وحلي إن طير هدى الله تمادان سبب إذن كردقيا انت يرى يقوه الرسام حي بعد توحيدنا ذات ما دم حي استغفار تاسينا بضيسه. ولذلك من نبي حين لي فسددوا وغاربوا واغدوا ور دوية او اسكدية او دوية او كلها او قلن دنب السعودة وهبين كي وحكا قورية او القصد القصد اي يلزم القصد واغراء وصلت كي اعتدال كاللازمة وقارد دونتان شنطة من نبي عليه الصلاة والسلام إذن كوحين وحقوين مايان لكن هذا لازمتان انتان عن دين شيئي وقال سنب النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة استغفارته هذا أنا أثارت دي اتمارت دي أنا إيه ركوبا كتل ماما وهي علماء ضويدة هذا استغفارك وحويان ولمداوات جرحه ولسد خلله ولجبر كسره ولتكميل نقصه ولتنوير قلبه ولثباته على الصراط المستقيم. وحلو استغفار سدابي لي داوعا غينت كديته ذنوبتي معاصي دو داوع كوغو دحاي داوعا غينت كديتيد نولشه وخي خلل كا غلي سو كا قبن وايي انات كو توسستيد كفكاغ يا جبكاغ انات كو كعستيد نقصك يا قابن ذاذا كل ما استرتت قلبك إنك إفسدت جدك إنك كسوغنتت بيد هذا ما الله استغفر الله استه. هذه الكلمات علماء عن كسو النقلي وحال هلا يمد والبعد اللذيدة لكن يضو كوبان إلهي سبحانه وتعالى وحليه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قفك نفتي سذلمية يا محمد سمية يا إلهي واستغفار سدة ربي سبحانه وتعالى وحيه لي سوى غفور رحيم. استغفارك ما حتى أديك كارد عقرة دد استغفار سنية هداد افتما دابيك وانفع عيسى داد سكلا فريسة تكوى استغفر الله بيك وانفع عيسى حديث كده راية صحيح مسلم ككوية لي كو الرمي ملايك تصياح دي ملاه إلهي ذكر يسألوها يتكتاه أدبتنا إلهي ويديات ضمضة إذا محي سمينيان الشيغة إن التسبيح سنيان والتهليل سنيان وحيابي شيغيان وحاكم ده محي قدل بيان بي إلهي هذا إلهي يودن بالدافك ويدي سنيان بي هذا هم يستغفرون إلهي يودن بالدافك ويدي سنيان إلهي سبحانه وتعالى وحول هذا قد غفرت له مرخاتي وقاء هذا وان أدن بالدافك واسيه ملائكته وحي تلاذا
إلهي يوم يتبال لفر لي يسوى عن كوتشرين كوحدة وردقة إيه استغفرك استغفرت إيه باب كنام ودين دنك على كنان وماشى كوتشري بتشوجة إلهي وحيد هذا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ودول كلفر لي أنا أنو هوجن إيه سنو أنو دم بدافع بإلهي هذا حتى هذه استغفرت هذا دا يكو استغفار سنة يهدادون كبرته او مجالس تود حاضر تود لا جوجتي دولا صالحين تاد كاغد دواتي تدكو انت بدن وحي جعلين مقاحيه هي ميلا شيكا لوغ هي هلك نفط يا شيطان كجعشيرو كاغد واد نفط يا شيطان بعيري ميكو غلينيان هداد مساجد كان ير فدده واحد مو زينت حبسي كجرتو ساعده مساجد كوتري ليس ما انت نص الساعه فدي مركي صلاه العصر لقى بحيبه لي مساجد كدو بان كسوبح لكن وحا سوق ترين ميس 20 ساعه ود فديسا كانما يغانا عمرك غبا كميد هي نبي محمد نوح عليه الصلاة والسلام حديث القدس قاسي هم القوم لا يشقى بهم جلسهم وحي استغفارت الترتابع علماء دوليين واستجلاب الرحمة بيد هذا إلهي نحرستي سو دم بيسو وضبن كاللغو الضبط رب نحرستي يوردن هداي أرزاقتي هداي رابطي هداي عرورتي هداي تجارتي هداي حولتي هدا وحك استواي تهيب نبي الله نوح محوري فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا هدا إلهي وين يسون أدقو واستغفرتني وحوي أن إلهي أدق ريسه وين ديسه يا النعمة دي سيا ضعفي قاعد قريصه يا تمرحمة هذا يا وحنا كارنعي تها داد الله تمادو ما لكم لا ترجون لله وقاربوا له داد الله تمادو وحلا بلن قاعد إندم بيجا الله دافعي أو عرق الروب لجه لي أو حوله يا عرور بله لي أو بير يا بستان باي في عنان يان أو أرساق يا وحول باي رونان يان بل الدول كي حوق بدنا باي لهي وحول حتى حوق أيدين سيادية رير عاد سحوق ما يحوق بدنين نبي قد يمركو يمي محوكو يري ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم حوقين إلهي حوق بيدون كدريا أمم كان ما أنت مسلمين تضعفوا هايستو يا مستضعفين تكوى الدنيا كركيد بشر كان استضعافك هو ضدعي هدي لازمان طريق الاستغفار الذنوب تكلابتان قوة إلهي وأوبلن قاضي ويزدكم قوة إلى قوتكم إلهي عذاب كيسا ليس كفيدة وواكو تلمام إيسا نبي عليه الصلاة والسلام وحو قرآن كينا أقول شيء لبس شيء با إلهي عذاب كيسا منعية مدوام حي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أمم كعذابكم مسود قوين تنبي يدو لك شوغان مرك إلهي يقول كدد لقوين يا نبي يدال إذا ذاك بحر قرآن كن نبي والبا مرك الله ينوغا ورمي يدد كيسي إلا هلاقي وحال ينوغا ورمي نبي قول لغا ساري نبي نوح ودون لغا ساري لوط الله يري كاللوغا نبي قاك بحر مرك هوري موسى كوحدي سيك حيستي نبي قو مركو كتاك با عذاب كو سودك إلهي وحولي قريش يددك كان عذاب ما ينت أدادو كتوكتو نبي قو نوكي حديث الصحيح كو تلمامينو أمنه ويهيو مديس انتو كتوكينا إلهي عذاب كو كينين لكن نبي يتقو طامه إنه وحكى له إلهي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أما أنك الله بادئت ليس إنشور نسك كله إعذاب يبلايين يسوي الدكتور إنشور قال لك أنه قنايا وحويا أنه داد قصو إنشور نسك استغفرت هذا إنه قال له كأمة إنه إلهي سبحانه وتعالى وطوبتك إنه لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين هذا يسوي الدكتور حتى عذابك وحل غفو تشياه وكاسي اعتراف كاه النبي يونس ليم لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين وحلين هدو قلبك ينضب والمي كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بإله إلا سبحانه وتعالى هدي الرانك قاري سدى يعني دحل برطة بكتيريا فوشا ودحل كان سميسا أكسيديس إنه أكسيديشن كدعه بكتيريا دير يري جرم سير ربع سمعية هدي وحلقة مريه قلفناسيشن هي وحلقة مريه
بكتيريات كاسها لقى أودا يا ماشة دبتنا دحلكو كم أدرى قلوبت بين آدم ك ذنوبت دحليسة وحباشوت ترترتا إلا وطبعي كجارو إلا وضبال ما أحد ما لكن قال فرنسيشن هذا طرفتين هذا سمايسه قلبي جو حلقو سقليه لقو نظيفيه لقى إلى ليه إنه الضبال ما واستغفرت ولذلك النبي يقول أيوة إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة أيها الإخوة وحلا أن استغفرت ودواء لكل داء حنون دمانتي حنون بالشكر دعاء متقف قدعاء وحدوني هذا حنون دمانتي أي دوكي وحلا أن مركز دعاء تنين وأخرين سيد الاستغفار ويعلم دلين لا بس شيء بل لقي استغفار سنة يا يا اعترافك أو اعترافين نعمة إيه هذا واجبات كذي شكر كذي هي الكرواي هي اعترافك أو اعترافين ذنوبته لا بد على الشيء بل لقي استغفار سدابة إلي لا بد هذا إنه استغفار تود الله نمانه دتك وانت بدن رمضان نضح شيدك ووين بالحرة مردة الشياطين بالحرة دتك انت يا لو فديدي كير ويل لك دمان قاربا كوا ير يري كادجين وكوا قلبه الضبال ميغا يغا كوا ير يري لك تغي ايا كوف لانو هوغان كو هيستا لكن انت ولي ان هوغان كلا سورنين اس رسميه لو هلين كوا واوين ماركا لا خيد خيدو انت اي كوا ير يري جوغان رمضان تاسي ويسك دفاعا صوم كابطة قرآن أخرس كابطة وردي كابطة صلاة الليل كابطة دعاء كابطة دتكو إلهي بي وطوبت كينان صدقة كابطة وحول بابطة لكن وايضا ما واحد أركي سامر كصوم كورنا ما دابا كدب مساجد وحي قلان عديري حقاي عديري كقليا يعني مرنا شيئو شمع بوالا وايا يمكا مساجد هذا دركتو صلاة الصبح وينو ودع مريي هذا دركتو التراويح وعمري هذا دركتو صلاة الليل كوعمري رمضان مركا يدماتو أيوم بدتكو بس هذا سبح لوك عنك رواية وحي هيت رمضان مركا يدماتو ووقت استغفرت إلى استغفرت بابنا وحا إن الله أقبله بعجورها وبجورها وحي ودت يوردن هي وحي دم بينو كل حق لي وحي تقصير هذا إن الله أقبله إن وقت استغفرت بابنا رمضان مركي دماتين ان غرورنا قادنا ان مودين كيت كاين ان وح بدن كو غري وحبكم جيران وايو نعموين كي الله سبحانه وتعالى كسي ابا المركيدي شكرنا قيدي ما تقودين سادر ادت هاي سودن ان كيت كا وح بدن با كو جيرا كيت كو اسك مدن سي الله ان حريستي با كو جيرتا ان دلبينا ومدن يدي حساب تنو جيرو من نوقش الحساب عدي بو نبي عليه الصلاة والسلام عايشة إنك حسابته لا حسابته مه كل عذاب النبي عليه الصلاة والسلام حسابي هذا هذا اعتماده على عذاب أنتي إذن هكنت لقلن كيد بمال يلا كيد مجرو إلهي إن حريستي سما مال تعالى إلهي إن حريستي سوا حلقوها لنا وين نستغفر تابتنا ويدا دمبه ضدك يا صحوات كدمبه سيدي مسائل كقاركود ركو قلدمي لوفغينيي وردا صوفيا كو قلدنتي يا صوفيا كان سميسي لوفغينيي ايا وردي بل لا الهي انها ير ير صلاده هي ميلها كو خيدن موياني وحي راضي وردي الرسمي ددكو وردينيا وكمتا استغفارتاس اتبا ويرت درس كان وحن وقدن لها ماركا وحو يحي عباده انو كو جيرا رمضان با غبا غبا إن عبادة سينا لبور من وحين ندم بجيسنا نين هرتي النيالين أنت وحين كد بولي كرنا عبادة نقصان تأدية ذنوب تنبا وين نستغفرت بطسنا أو طلبنا إلهي وحن كبر يا سبحانه وتعالى كو استغفرت ويا سريها للسين ونغياله كو يدم بجود الله دافع سبحانه وتعالى إنه ينقدره حديث كدن دان كلا هاي أردبنا وين أتقال إنه هري قال إن دم بأخرده أديكوا فهم يدنت اللي قاله وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.